الجزء الثالث من محاضرتنا هو تكملة للمقدمة. It's convenient first to consider the flow over a thin plate inserted parallel to the flow of the fluid with a constant strain velocity US. هل ده يقصد؟ ده يقصد أنه سرعة الغاز أو الهواء اللي فوق نقول الموازي للبليتة والموازي للفلويد اللي ده يجري هذا طبعا هي سرعة الهواء اللي يمثلها أنه سرعة ثابتة اللي هي اليو اس. اليو اس هي نفسها اليو انفينيتي اللي بالرسم مثل ما وضحت لكم سابقا أنه كل كتاب يسميها شكل. فأنا أنا مرة تشوفها يو اس مرة يو انفينيتي هي نفسها بالضبط. Near the leading edge. Leading edge هي هاي بالضبط الحافة اللي دا ينطلق من أدها الجريان. طبعا هنا هو أكو سمك جدا بسيط. هذا السمك احنا بهذا مرة من قلنا انه قبل شوية قلنا انه ينأخذ زيرو. هو أكو سرعة وأكو سمك وأكو فتشي يعني خلينا نقول إله خلينا نقول هو صح ثابت بس إله سمك خلينا نقول. Near the leading edge of the surface where the boundary layer thickness is small. تقول انه اكو بس شنو الثيكنس مالتها كلش small. The flow will be streamlined or laminar. طبعا هاي هو ده يقصد انه بداية الجريان بالضبط انه بالبداية انه كلش قليل ولaminar راح يكون. And the shear stress will arise solely from viscous shear effects. يعني هنا أنا يقول الشير ستريس هو فقط الفيسكوس شير effects. هاي طبعا راح نتطرق لها باللامينر. من راح ناخذ اللامينر كحالة واحدها راح نحسب انه الار شلون تنحسب. When the boundary layer thickness exceeds a critical value اللي هي قلنا الترانزيشن المنطقة اللي بين اللامينر وبين التربلنت. However the laminar flow cases to be stable اللي هي المنطقة اللي نهاية استقرار اللامينر. اوكي and the turbulence sets in. يعني يبدي انه اللامينر يجي ياخذ محل التربلنت ياخذ محل اللامينر. طبعا هاي النقطة هي الكريتيكال هي الجريان من اللامينر الى التربلنت. مرات اكو تشوفون كتب تعطي بس لامينر وتربلنت هاي نقطة وسطية خلينا نقول. اكو ناس تحسبها على اللامينر واكو ناس تحسبها على التربلنت حسب الجريان. يعني حتى احنا بالشقاقاتنا راح تشوفون انه النقطة الوسطية هاي الاكس كريتيكال مرة راح نحسبها لامينر مرة راح نحسبها تربلنت. The transition from streamline to the turbulent flow is not as sharply defined. يعني هو مو فد تعريف حاد خلينا نقول إله as in pipe flow مثل البايب فلو شلون موضحة تقريبا خلينا نقول. And maybe appreciable influence يعني تأثير خلينا نقول ناخذ يعني ما ينأخذ محل تقدير. By small disturbance يعني بتغيرات أو إزعاجات أو ضغوطات قليلة خلينا نقول generated at the leading edge اللي تتكون من الحافة of the surface and by roughness and impurification of the surface in itself. يعني نتيجة انه خشونة او العيوب اللي بالسطوح هي تتكون هذه. يعني هي خلينا نقول ما الها في التأثير خلينا نقول جدا او في التعريف جدا واضح او خلينا نقول مركزين بهم. ليش؟ لانه هي نتيجة نقول عدة عوامل ادت الى هذا التحول من اللامينر للتربلنت. من ضمنها انه يقول خشونة السطح العيوب اللي تصير بالبليت هو نفسه فادت الى انه تغير بسيط باللامينر وبداية هو تغير الى التربلنت. طبعا هذا الكلام ممكن تلكم انا يمكن قبل شوية انه احنا هدفنا من عنده انه بس نفتهم هي الحالة وين الرسم الاول اللي رسمناه هو بس مجرد انه وين بالضبط موقعها. يعني يقول all of which lead to an early development of turbulent. كل هذه العوامل اللي قالها انه هي اللي ادت التحول من اللامينر للتربلنت للترانزيشن هي نفسها اللي راح تؤدي انه خلي نقول الجريان رأسا راح يتحول earlier to developed يعني او development تطور الى turbulent. يعني هي في النقطة شلون نقول نقطة وسطية بين مرحلتين. فهي بالاشتقاقات راح تشوفون مرة راح ناخذها لامينر ومرة راح ناخذ مواصفات التربلنت. However for equivalent conditions the important flow parameter is the Reynolds number.
هذا طبعا هو المشكله، او خلينا نقول المصطلح الاهم بالمومنتوم، خلينا نقول بالفلويد اللي هو رينولد، اللي شنو اشاره السيجما هاي، هذا هو شنو رو يو دي، احنا حافظين رينولد رو الكثافه في السرعه في الديستنس اللي هي السيجما هنا على اللزوجه. Because the sigma can be expressed as the function of x، لأنه هي مو تتغير ال x كل ما نمشي، بس نرجع للفيجر، كل ما نمشي السيجما راح تكون شكل، يعني ال x هنا هي turbulent، ال x هنا هي شنو transition، ال x هنا هي laminar، فهي function تعتبر إلى ال x. The distance from the leading edge of the surface, the usually criterion is taken as the value of Reynolds number. Reynolds X. فهو مو قال السيجما ده تختلف بتغير X. فهو قال إنه ممكن نخلي Reynolds. طبعاً هاي بالمصطلحات أو بالاشتقاقات راح نتطرق لها شوية شوية، وشو راح نربطها. مرة نقول إنه هي distance هنا هلقد، فإذا راح يتغير Reynolds من رينولد السيجما الى رينولد الاكس اللي هي الرو في الاكس في اليو في الاكس وليس السيجما على اليمين. If the location of the transition point، زين بالترانزيشن بوينت شنو راح ناخذها؟ راح ناخذها اكس كريتيكال، الاكس كريتيكال. طبعا هذه الاكس كريتيكال احنا مثلا نطلعها، هو يطلبها من عندنا يقول ايش قد الاكس كريتيكال اذا هاي الظروف. From the leading edge, then the Reynolds del X critical هي شنو؟ هو ال US في ال X critical في الرو على اليمين. طبعا هاي سوري على هاي غلط هنا أنا. إن شاء الله بال هاي تصلحوها تقسيم مثل اللي فوق. Is the effort of 10 power 5 يعني 10 قوة 5. Reynolds del X critical هو 10 قوة 5، هذا تحفظوه. واني هم يعني ما راح اوصل لترانزيشن راح اكتبه مرت اللغ هنا ناخذ بالبقيه. لا هو تقريبي، يعني من اقول مثلا تربلنت هو 10 قوه 7 هذا تقريبيا، يعني انه ممكن 10 قوه 8 10 قوه 9، بس الاكس كريتيكال تحفظوها هي 10 قوه 5. من يقول لك مثلا بالامتحان احسب لي الاكس كريتيكال وعندك مثلا منطيني سرعه ومنطيني كثافه ومنطيني لزوجه، شو اسوي؟ اقول 10 قوه 5 تساوي كل ذوله في الاكس كريتيكال، الاكس كريتيكال يساوي لي هيك، يعني ممكن من عنده راح اتطرق الى عوامل اخرى. طبعا هاي قلنا قسمه. هنا بالبدايه راح نتطرق الى المومنتوم اكويجن، انه شلون بدوا يربطوها. هذه المومنتوم اكويجن اللي هي راح يشتق جنرال مومنتوم اكويجن المعادله العامه، وبالتالي هي يسموها فان كارمن نسبه الى العالم اللي اكتشفها هاي. طبعا هذا فان كارمن هو اللي ربط، خلينا نقول بان المومنتوم وبين الهيت وبين الماس، شوي شوي راح تشوفون شلون ربط المعادلات. It will be assumed the fluid of a density rho and viscosity mu flow over a plane surface and the velocity of the flow outside the boundary layer is us. هاي طبعا نفس الكلام اللي احنا تطرقنا له قبل شوي. A boundary layer of the thickness sigma forms near the surface and the distance اللي هي y، او اللي احنا سميناها x بشغلنا، اللي y هنا نجد يقصد احنا طبعا المسافه نقصد ال x، بس السيجما او ال y هاي شنو هسه راح نعرفها على خلينا نقول على المصطلح هذا على الشكل اللي بالاسفل. From the surface the velocity of the fluid is reduced to a value ux. هسه راح اعرف لكم هاي المصطلحات شنو. طبعا احنا هنا عندنا هذه ماخذين قطعه من الباوندر لير، اوكي هذه هي الباوندر لير، هذا القوس اللي امامكم. طبعا هاي المسافه هي السيجما، هنا السرعه اللي فوق هي اليو اس، وهنا السرعه بداخل السائل هي اليو اكس، ماخذ شريحه هو معينه دي اكس. هذه مرقمها الى اربع ارقام، النقطة الأولى هي نقطة الانطلاق، النقطة الثانية هي فوق يعني بالهواء، النقطة الثالثة هي هنا ورا نهاية الشريحة ورا الدي اكس، يعني هي المسافة إذا هاي نقول اكس فهاي اكس زائد دي اكس، والنقطة الرابعة هي النهاية بس بالأعلى. هذه
هذه القمة. طبعا هو احنا متذكرون انه قبل شوية من قلنا مثلا احنا مي ندفع على جدار، هذا الجدار الى ارتفاع معين مثلا خلينا نقول 3 متر، خلينا مثلا نتفرضية هذه 3 متر هي الثكنس مالتنا، المي اللي راح يتراكم هو ما يطلع كله مثلا 10 سنتيمتر او 5 سنتيمتر، هذا السيجما او هذه السيجما النهائية هاي اللي وصفها هي جزء من الوول كله، فالوول كله الى L يسموه، كله يسموه L اللي هي قلت لكم الدايركشن مالتها Y اللي قبل شوية هنا لما جينها قبل شوية هنا قال and at distance Y from the surface اللي هي من هنا باتجاه ال Y من هنا باتجاه ال X، وهذا الشكل موضح لي طبعا ال X وال Y. The equilibrium is considered of an element of a fluid boundary by the plans 1-2 and 3-4 يعني من الواحد 2 الى 3-4 at distance x and x plus dx، قلنا هاي وصفناها هاي شنو، اذا هذه واقفة عند ال x فهذه النقطة النهائية هي ال x زائد dx respectively from the leading edge. The element is the length l، هذا اللي قلنا طول ال wall كله هذا، and the distance from the floor and of the deep W، هذا خلينا نقول العرض هو W، هذا طبعا راح اوضحها اني فد شويه بالرسم التوضيحي الثاني راح تعرفون شنو هذني المصطلحات، in the direction perpendicular to the plan 1 2 3 4 يعني هاي النقاط الاربعه اللي هي هاي عن طريقها راح اسوي الموازنه مالتي، هاي يعني السرعة اللي جاية باتجاه 1-2 اكو سرعة 2-3 مثلا، شلون نربط بيناتهم النقاط وشلون نوصل بيناتهم. The distance 1 is greater than the boundary layer thickness sigma figure 2 هاي يقول لي، and the conditions are constant over the width W، هنا الفرضيات هاي اللي ماخذها انه the distance 1 is the greater than the boundary layer thickness okay and the conditions are constant over the W، هذه the velocities and forces in the x direction are now considered، هاي طبعا هو الشكل اللي بيوصفه هو هذا بالضبط، السرعة هنا طبعا هي من الواحد 2 هذه بس هنا أنا آني بالأرقام مالتي اللي ماشي عليها 1 2 3 4، فهذه هنا أنا بالكتاب هو قالها 4 بـ3 بالعكس هي هاي 3 بـ4 بالمصطلحات اللي ماشيين عندنا، يعني لهذا صارت 1 2 اللي من فوق 2 3 هاي 2 3 هذه 1 4 شوفوها 1 بـ4 بس هاي تبدلون 3 بـ4 هذا كل اللي مطلوب من عندكم، ليش؟ لأنه يعني أنا ماشي على هاي المصطلحات أنه 1 2 3 4 اللي المشي مالتنا، وهذا 3 4 اللي هو أو طبعًا هذه هو البليتة هي مالتنا عبارة عن شكل المكعب بها الدي إكس الديستنس الارتفاع مالتها دي واي والعمق مالتها دي زد، لهذا هو كان يحكي على دبليو يقصد بها أنه الوحدة الواحدة والهاية، هذا الكلام اللي كان يقصده. لهنا راح أتوقف وراح أكمل مرة الأخ بالفيديو القادم.